جينا بقى النهارده لابس النضاره شكله ايه كده؟ مثقف. عجبني جدا بصراحه. مثقف جدا. انت مثقف، انت مثقف رياضيا. لا وبره رياضيا على فكره، بس في نفس الوقت لا افتي يعني ما بفتيش. طب تيجي نلعب لعبه، نسال بعض اسئله ونشوف مين هيجاوب. في مجال ايه؟ في كل المجالات. ما انا مش مانسى اربح المليون يعني. لا في طب كل المجالات. اسال. طيب في الجغرافيا شاطر مثلا؟ على حسب. طيب عاصمه فنزويلا؟ لا القارة دي بعيدة قوي ما رحتهاش، سيبك من فنزويلا. لا ما اعرفش عاصمة فنزويلا انا. ليه؟ طب فنزويلا دي فين؟ دي في امريكا الجنوبية. طب ما انت عارف اهو. ايوه بس ما اعرفش عاصمتها. في اي حتة كويس. طب في امريكا الجنوبية لو جدع تقول. تحت امريكا الشمالية. لا في اي حتة في القارة. جنب مين يعني؟ اه. كده جنب بوليفيا بقى والحاجات دي. في الشمال. وعاصمتها كاراكاس. ايه ده يا كاراكاس دي مش عاصمة حاجة تانية؟ لا. فرقة عاصمة هي في شبه في حاجة تانية عاصمتها. طب اخدك ونروح ايه؟ نروح اسيا؟ لا 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 اسيا كلهم شبه بعض يعني اي حتة فيهم تنفع عاصمة التانية. اه والله الصين يابان كوريا بقى يعني مثلا الفلبين عاصمتها ايه؟ اه سهلة دي. اندونيسيا. يا نهار اسود. لا بهزر. لا مانيلا. طب انت اسال. مانيلا. اسالك انا في الجغرافيا برضو او في التاريخ او في اي حاجة. في التاريخ؟ ما سألتك سؤال في التاريخ مش هبقى عارف اجابته، انا اسألك في الجغرافيا احسن. طب يلا. نروح فين احنا بقى؟ ناخدك فين؟ بلاد برضو عواصم بلاد يعني؟ عايز. طيب ايه؟ ممكن ما اعرفش يعني. لا لا مش حلوه اللعبه دي، مش حلوه. طب نخش في التاريخ؟ نخش في التاريخ. طيب الماراثون. الماراثون؟ اه الماراثون مين اللي اخترع ده؟ بتاع الجري. اه مين اخترع؟ انهي حضاره؟ الحضاره اليونانيه. اه اكيد. طب ما انت ما عرفتش ليه؟ اكيد اكيد. لا انا اللي بسالك. والله؟ هو انت اللي سالني؟ اه. لا انا فاكر ان انا اللي سالك. طب اسال انت. في التاريخ برضو؟ في اي حاجه بقى. لا لا مش هسالك في حاجه، لا انت مذيع مثقف جدا. لا مش انت هتلاقيك محضر الحاجات. لا والله ما محضر حاجه، انا قلت لك طب انت يلا قول. ما انا ممكن في الغالب ممكن ما اعرفش. ما انا ممكن اسالك اسئله انا متاكد انك مش عارف اجابتها. طب قول. مين كانت مين خد كاس عالم 90 مثلا؟ ما كانش في سنه 90 كاس عالم. ايه اللي ما كانش في سنه 92؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا ده انت قول فرقه 90 ولا 92؟ 90 94 98 ألف. لا هو 90 وطالع. والله لا ما اعرفش. انا نسيت مين خده. ارجنتين؟ والله انا نسيت مين خده تصدق. لا ما انت بتسال حاجه تبقى. لا 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 اقول لك انا البرازيل. برازيل او لا ايطاليا. ايطاليا 90. انت مش عارف. ايطاليا 90 البرازيل 94. طب مين اخذ كاس العالم سنه 82؟ ايه ده؟ المانيا. لا ايطاليا. ايطاليا برضو. ومين اللي دخل الجون؟ باولو روسي. ماشي انا ما كنتش موجود ساعتها فما شفتوش اكيد يعني. طيب اسال تاني بس غير بقى. مش كوره بقى، اسالني حاجه تانية. ما اسالك في ما ايه؟ انت عارف ان انا مش شاطر في الكوره. ما انت عارف ان انا مش شاطر في التاريخ ولا في الجغرافيا. لا يعني. اسالني في اي حاجه تانية. اسالك ايه تاني طيب؟ لا انا مش محضر. الطب في الهندسه. هندسه؟ مش انت مهندس؟ تقريبا على ما اذكر. اسالني في الهندسه. اسالك في الهندسه؟ ايه الفرق بين الالومنيوم والبي في سي؟ ايه ده؟ الالومنيوم ده ماده خام، البي في سي ده بيبقى الويز يعني ماده خام وعليها شويه اضافات. يعني معالج يعني. زي البلاستيك. زي البلاستيك؟ اه زي البلاستيك. زي الخشب. زي الخشب. ايه الفرق بين الخشب الطبيعي وال اتش دي اف؟ يعني ال اتش دي اف ضد الميه. ضد الميه؟ خليك في الرياضه بقى. خلينا في الرياضه. خلينا في الرياضه. اسئله دي اسئله صناعيه دي ما اعرف منين انا. احنا بنطول تبقى صناعيه. لا ما نطولش ما عشان كده انا ما عرفتش. اسئله هندسيه على فكره. هندسيه بس في مجال يعني معين يعني. بص خلينا في الرياضه. هنخش في الموضوع على طول فعلا. بنخرج من داره وتقلم اداره فعلا. طب تعرف حسن فتحي؟ مهندس حسن فتحي؟ ما تعرفش ستايل حسن فتحي في البناء؟ كان بيبني بعناصر ما فيهاش ولا قديم؟ قديم يعني ايه؟ يعني هو موجود لسه معانا؟ هو اتوفى من كام سنه؟ الله يرحمه. خلاص 9 سنين. اوكي. كان بيبني البيوت ما بيستخدمش فيها ولا اسمنت ولا طوب ولا حديد. وكلها صديقة للبيئة. ما بيبني بإيه؟
خش بقى واعرف يا مهندس. لا هذا اسمه ايه؟ حسن. حسن المهندس الكبير عالمي حسن فتحي ده عالمي. لا هو كده اكيد عالمي باللي انت اكيد اكيد. خلاص خلاص هدور والله. ما انتوا بتاخدوا ايه في كليه الهندسه؟ لا ده مدني، انا مش مدني، انا كنت إيه؟ ميكانيكا. ميكانيكا جاي في حته بعيده قوي. عايز اسالك في الميكانيكا؟ لا لا خلاص كفايه بقى. ولا الاستاتيكا؟ لا لا كفايه. الاستيكا اسال في الاستيكا. كفايه كفايه كفايه. مين اللي اخترع العربيه؟ طب مين اللي اخترع اللمبه؟ لا 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 دي سهله دي. المصباح. مين؟ المصباح. المصباح. لا اللمبه الكهربائيه. هو اسمه ايه؟ لوميير. اديسون. لوميير. لا اديسون اخترع الكهرباء. يلا خلاص يا شريف خلاص. هنتكلم على ايه النهارده؟ هنبدا من الاول؟ لا لا هنتكلم على الكرش بقى. نبدا من الاول ايه؟ كل ده هنجحهولك. نتكلم على الكرش. انت ما عندكش كرش خالص. الحمد لله. بلاطه. بس ساعات بيطلع ساعات بلاطه. بيطلع بيطلع. بلاطه. بس ده صديق للبيئه. لا لا ما عنديش كرش. بلاطه. هو ده جين؟ جيناتك؟ لا. لا يعني عيلتك مكرشه يعني؟ لا عندي كده وعندي كده. اوكي. يعني بس ما اعرفش انا واخد من مين بالظبط يعني، بس انا مش على طول كان شكل جسمي كده، انا عمري ما كنت مدور، بس يعني عادي بيبقى ليا شكل كويس شكل وحش، بتخن بخس، بس لا ما افتكرش ان انا وصلت ابدا ان كان عندي بطن كبير يعني، وممكن تبقى مش جيناتي يعني، ما عنديش قابليه سهله قوي لتكوين الموضوع ده. ماشي اتفضل. طيب بص يا سيدي، دلوقتي عشان يبقى عندك بطن فلات او ما عندكش كرش، الناس تبقى فاكره ان الحل هو ان انت لو ما عندكش ده يبقى لازم عندك على طول سيكس باكس اللي هي عضلات البطن. كويس؟ وانت دي عندك. ما هي عندي بس مش عشان يعني انا ما عنديش كرش، عشان انا بعمل لها حاجات معينه كده. فلما بيجي حد يتمرن ويقول لك انا عايز انزل بطني، لعبني والنبي تمارين بطن. هل هي بتحرق؟ تمارين البطن دي بتحرق بتشيل الكرش وتحوله لعضلات؟ لا. لا طبعا، لان هي تمارين بسيطه جدا، وهي دي عضله ما بتستحملش تحط عليها وزن تقيل، فما بتلعبهاش انت بشده عاليه، ولا بتعملها في صوره جري مثلا او كارديو، لا انت بتبقى نايم وبتعمل مجهود بسيط جدا لا يرقى اصلا ان هو يحرق كالوريز تشيل كل الدهن اللي عليها دي. هي مبدئيا عباره عن ست عضلات تحت بعض، عشان كده اسمهم سيكس باكس. هم وظيفتهم الاساسيه ان هم بيحموا الامعاء والاعضاء الداخليه جوه، يعني هم اللي بيبطنوا الكلام ده وبيخلوهم جوه المعده، وفي نفس الوقت بتدي اتزان للظهر وللجسم عموما. يعني انت عارف انت لو بطنك قويه جدا وعندك سيكس باكس بس عضلات ظهرك ضعيفه، هتحس بالم في الظهر وعدم اتزان؟ بجد؟ اوكي. والعكس لو ظهرك قوي بس جدا. بس اكيد اللي عنده سيكس باك هيبقى ظهره قوي. بالظبط يعني، بس قصدي ان هم بيعملوا بالانس لبعض. كويس؟ طيب ايه بقى نوع الدهون اللي موجوده هنا دي مشكلتها في ايه؟ مشكلتها انت لازم بس تفهم سببها ايه عشان تعرف تعالجها. هم في منهم نوعين. في دهون سطحيه اللي هي تحت الجلد فوق العضله على طول. زي كانك مثلا لابس بلوفر تقيل، دي اسمها دهون سطحيه، دي سهله جدا وعاده بتروح باي نظام غذائي في عجز في السعرات وبالتمارين، دي سهله ما فيهاش مشكله. المشكله بقى والمنظر ده بيجي من ايه؟ من النوع التاني من الدهون اسمه دهون حشويه، دي تبقى جوه بين الامعاء، جت نتيجه ان انت عندك فائض كتير جدا في الجلايكوجين في الدم، فبيتخزن ويروح لسكر اسف يروح لدهون في الكبد، يديك بقى المنظر الكبير ده. سببه بعد ارتفاع الانسولين لما بتاكل نشويات او سكريات كتير، فبالتالي بيتخزن. كويس. أوكي. المنظر ده علاجه مش التمارين اساسا، علاجه ان انت عارف انت لو قعدت اسبوعين بس بتاكل زيرو سكر انسولين قليل، المنظر ده هيقل بنسبه 50%، نصه هيطير. يا خبر. لان ده اساسا جوه، انت كل الفكره ايه؟ انت عشان تشيله لازم الاول ما تكونش غيره، يعني ما ينفعش تدخل له حاجه، بس ينفع تاخد منه بس. اوكي. طب الموضوع بقى بتاع البطن الفلات ده بيتم ازاي؟ اول حاجه انت لازم تكون اساسا شخص بيتمرن، ولازم يكون عندك كتله عضليه، لان لو ده حصل هيبقى جسمك مطالب يحرق سعرات اكتر من الشخص العادي، فهتلاقي نفسك بتاكل اكتر واريح وبتحرق. اوكي. الحاجه الثانيه لازم تسيطر على نسبة الانسولين، ما ينفعش تاكل بين الوجبات كتير جدا، لان بين الوجبات ده انت اي حاجة بتاكلها الانسولين بيعلى، بس في فرق بين ان هو يعلى لحظيا وينزل تاني، او ان هو يفضل عالي طول اليوم، او انا مثلا كلت فاكهة او كلت رز او كلت بطاطس او كلت سلطة، هما مش زي بعض، بس هو كده كده بيعلى، فلازم تسيطر على الانسولين ده بمستوى منخفض عن طريق ان انت تاكل اطعمة قليلة في السكريات، زي البروتينات عموما وزي الخضروات طبعا القليله في السكر، ولازم تلغي الرمرمه.
دي اهم حاجه السناكس، لان السناكس اصلا دي بتوصلك بعد كده المرحله ان انت ممكن يبقى عندك البطن دي جزء منها انتفاخ لانك مش لاحق تهضم. وانا هنا مش بتكلم عن مشكله بقى في عصاره المعده والكلام ده كله، ده بيبقى جزء من الانتفاخ. ولو حصل لك الانتفاخ ده مش هتهضم كويس، والاكل بيتخمر في الجسم. ده اوحش حاجه جدا. واخر حاجه لازم لازم يبقى عندك نوم مقبول. و هو ايه نوم؟ مراحل النوم قد ايه يعني؟ من 6 ل 8 ساعات. انت بتنام كام ساعه؟ انا بنام حوالي من 6 ل 8 ساعات، بحاول اخليهم 8، ومن 10 ل 6. النوم المتاخر صعب، من 10 بالليل ل 6 الصبح. انت بتنام بدري؟ بنام بدري طبعا، لان مش هقدر اعمل نفس المجهود طول اليوم ان انا انام 2 واقوم. دي ممكن يبقى يوم الاجازه، بس بيبقى صعب قوي عليا في وسط الاسبوع مع شغل صبح وليل ان انا اشتغل بالمنظر ده. يعني ما اقدرش انام واحده واصحى 6. عايز اقول لك شكلي بيتغير، بطني بتتنفخ، بيبان عليا بقى هرمون الكورتيزول اللي هو الارهاق، بطني بتتنفخ، بلاقي عضلاتي خاسه، بلاقي نفسي مش مركز، وجعان جدا، عايز اكل، عندي كميه اشتهاء لاي حاجه ممنوعه اصلا ما باكلهاش بشكل غير طبيعي، لاني مجهد. اوكي. تعمل لنا تمارين؟ نعمل تمارين. يلا اتفضل. ممكن بس اسيب دي عشان النضاره الشيك دي ما تتكسرش. الشيء الفلاني. لا لا الشيء العلاني. يلا. الجمهور معاك وتفضل كلمهم. طيب يا سيدي، هنتمرن تمارين للجسم كله بنظام العدات، يعني مجموعة من 10 ل 20 عدة حسب اللي تقدر عليه وحسب المستوى اللي انت فيه. كل تمرين 4 مجاميع، وهنعيد السايكل او المجموعة دي كلها على بعضها 5 ادوار. اول تمرين هنعمل تمرين السكواتس للرجلين. ثبت رجلي الاثنين واخد بالي ان ركبي بتفتح لبره. التمرين اللي بعده برضه للرجلين، هعمل تمرين الباك لانجز او الريفرس لانجز، ان انا هقف كده وهنزل على رجلي اللي ورا، ولازم اخلي ركبتي تلمس الارض علشان ما الاقيش نفسي عندي مشكله كده في الاتزان واسبب الم لركبتي، وفي نفس الوقت كده باخد مدى حركي احسن للعضله واقوم تاني. ولاحظ ان الركبه دي ثابته، انا بنزل ما ينفعش اعمل كده واطلع واجي لقدام، هو كده بس. 10 او 20 لرجل، وبعدين انقل لرجل الثانيه. التمرين الثالث اشهر واحسن تمرين للجسم العلوي كله، الضغط. التمرين الرابع هنعمل تمرين للبطن والوسط عموما، بس وانا واقف ايدي جنبي كده، وبعدين بلف جذعي كله واوصل لركبتي. انا مش عايز اعمل كده، مش عايز اكتف ظهري، لا انا ظهري مفرود وبلف جذعي كله وظهري مفرود، جنب وبعدين الجنب التاني. جميل وسهلين. سهلين. أشكر. محتاج بس يعني ايه مربع كده في البيت متر في متر وخلاص. خد نظارتك وانا ماشي. دار امان. ايوه. لا لا برضه عشان تبقى شايفنا كويس. شرفتنا ونورتنا. الشرف ليا. شكرا ليك. شكرا كابتن باسم عصام، بشكرك جدا. خلونا نشوف فاصل، وبعد الفاصل نرجع لكم مع جلادس حداد. خليكم معانا لو سمحتوا.